أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسيت صلاة العصر فأذن المغرب فصليت على أنها صلاة العصر، في الركعة الثانية تذكرت أني قد صليت العصر سابقا فقلبتها إلى صلاة المغرب، فما حكم صلاتي تلك؟ غير صحيحة، لأنه لا يجوز الانتقال من صلاة إلى صلاة في أثناء الصلاة، تبطل التي انتقلت منها وتبطل التي انتقلت إليها، فعليك أن تعيد الصلاة. نعم.